الحرب تندلع انتخابيا بين القوات والتيار والمستقبل. يا اما بتمشوا بالقانون يا اما مشوا انتوا من هون. إعادة وصل التيار بالتيارات الكسروانية. بالنسبة لحزب الله ومرشح على هيدي بنشوفها جمعة الجاي بنحل المفهوم. إطلاق محركات العزم الطرابلسية. أينما نكون بنمد إيدنا لكل مين بيشبهنا لحتى سوا نتعاون من أجل هالوطن. بيش غبش وصفقة مالية بمرتب شهري. الأسد على جبهات القتال في الغوطة. اليوم عم تخوض معركة العالم. بوتين يعود قيصرا على روسيا للمرة الرابعة. فلاديمير بوتين 73-53. صباح الخير. بمعادلة ما تعتل هم لمغوار التيار وبإعلان نعمة اللائحة أنه يضع الخلافات وراءه وبجولة دفع لجبران باسيل، أعادت لائحة كسروان جبيل تشغيل محركاتها وأقلعت من جديد، حيث لاقاها عند منتصف الطريق منصور البون الذي كانت آخر ظهوراته في سوق الذوق العتيق مستقبلا وزير الخارجية قبل أن يتلاشى ويختفي من بين الحضور. لكن الاستقبال وحده كان كفيلا بإعطاء صورة عن عودة الابن الضال والذي حلق ولم يطر وظل بين أجنحة التيار المتكسرة. وفي المشهد الكسرواني أبدى الجميع خصال التعالي عن الخلافات، وفي مقدمهم المرشح نعمة فريم الذي قال للجديد إن الموقف متراص الصفوف منذ البداية، وما يجمعنا أننا في قائمة عهد وكل ما سيصل سيكون قريبا من هذا العهد. هكذا كانت التقليعة، ولأن هناك مواضيع أهم في انتظارنا فقد تعاليت عن كل شيء آخر. وأضاف فرام كان في مشكل مع منصور أنا ما إلي علاقة فيه نهائيا، لقد كنت أتفرج على الحدث وما فهمته من الوزير باسيل أنه لم يعد هناك من مشكل، فالأمر مستتب اليوم، منصور معنا والخلافات وراءنا. وفيما نجح باسيل في وقف إطلاق النار في غوطة كسروان داخليا، فإن النيران جاءته من عفريتها فريد هيكل الذي رد على رئيس التيار في أرضه وقال متوجها إليه: ما فعلناه لكسروان ولبنان قبلكم أننا لم نعطل مجلس نواب أو حكومة من أجل موقع في السلطة، ولم نتهم بصفقات مشبوهة، وعندما نسألك عن البترون اسألنا عن كسروان. وفي كلمة له منذ إمكيل قال باسيل: نحن نتكلم بالسيادة والازدهار والانتشار وهم لا يملكون إلا الشتيمة، معتبرا أن من كان ماضيه ثقيلا بالمعصيات لا يمكن أن يعدكم بشيء جديد. أما الشتيمة الأكثر تعبيرا عن الحالة الانتخابية فقد جاءت من قوات زحلي واصطدمت بالتيار والمستقبل على حد سواء، وسجلت في هذا الإطار حروب لم تهدأ بين الوزيرين غسان حصباني وسيزار أبي خليل وكل من جورج بكاسيني وشار جبور. وصعودا نحو طرابلس كان أهل العزم يعلنون التحدي بمرشحين يمزجون بين الخبرة النيابية والفنون الدبلوماسية ورجال الطب مع نكهة أنثوية، يتقدمهم رئيس حكومة سابق سيقارع رئيس حكومة حالي من دون التزام معادلة النقيب النفسي هذه المرة. نجيب ميقاتي أنتكو قدم خطابا فيه كل العزم على تبديل الواقع وعودة طرابلس عاصمة ثانية للبنان بعدما استعملت المدينة في البازارات السياسية وجرى تحويلها إلى ساحات غضب مشؤومة بوجه فتنوي تحريضي ما تسبب بإدخال كثير من أبنائها إلى السجون.
وعلى توقيت إعلان ميقات خوضه معركة الهجوم في طرابلس، كان الرئيس سعد الحريري يتقدم بدور الإطفائي في طريق الجديد في بيروت، قائلا إن أهم دور نقوم به هو إخماد الحرائق السياسية ومنع الحرائق في المنطقة من المجيء إلى لبنان. إذن جولة باسيل الكسروانية تتكلل بلقاء عابر مع النائب السابق منصور البون. من تمثال القديس شربل في فريا، تابع وزير الخارجية جبران باسيل يومه الثاني من جولته الانتخابية في كسروان الفتوح. من فريا إلى حراجل انتقل باسيل، وكذلك وصل العميد شامل روكوز. الرجلان كانا معا لكنهما لم يلتقيا إلا في القداس. بعدها استمرت الجولة وكل كان ينتقل على حدة، ومن قلب كسروان أطلق باسيل أسهما من العيار الثقيل. سألوهم شو عملوا لكسروان قبل ما جينا نحن بال 2005، أي مشاريع عملوها لكسروان؟ واليوم سألوهم عن مشاريعهم للمستقبل. نحن بنحكيكم عن خط غاز، نحكيكم عن معمل غاز، نحكيكم عن معمل كهرباء، نحكيكم عن سد مثل جنة. هن عن شو بيحكيكم؟ عن أي فكر بيحكوكم؟ بدهم يردونا لورا ونحن بدنا نروح لقدام. كلام باسيل استدعى ردا مباشرا من فريد هيكل الخازن، الذي قال في تغريدة على تويتر: ما فعلناه لكسروان ولبنان قبلكم أننا لم نعطل مجلس نواب أو حكومة من أجل موقع في السلطة، ولم نتهم بصفقات مشبوهة، وعندما نسألك عن البترون اسألنا عن كسروان. كلمة باسيل مرتفعة النبرة، تطرق فيها أيضا إلى تعقيدات التمثيل والترشح. كل واحد التيار الوطني الحر بيقدمه تيمثلكم أو تيمثل اللبنانيين هو من كسروان ولكل كسروان جردة وسحلة، وهو من لبنان ولكل لبنان. تيار الوطن الحر ما عنده تجزئة بفكره، وإلا بدنا نفكر أنه كل عائلة بدنا نمثلها وكل ضيعة بدنا نمثلها. وعن الخلاف الذي ظهر إلى العلن في لائحة التيار التي يرأسها العميد شامل روكوز، خصوصا بين المرشحين نعمة فرام ومنصور البون، يبدو أنه في الطريق إلى الحل. حتكون أنت والمرشح منصور بنفس اللائحة؟ لك ما في عقبات من الأول، لأنه نحن مجموعين تحت فكرة واحدة، أنه هيدي ليست على العهد، نحن حد فخامة الرئيس. أنا قررت أن أكون مع العهد بغض النظر عن كل شيء. من هيك أنا بقول لك إن الله راد، هالقائمة هيدي، هاللائحة هيدي ماشي. المرشح منصور البون حيبقى على اللائحة، بس على أي أساس صار؟ هلا بقى المرشح رجع عزار كمان؟ بقى عادي، يعني الموضوع ما أمور تعالجت، ما في مشكلة، في نتفة يعني بعد هالشيء إنه مألف اللائحة، شيء طبيعي إنه يكون في نتفة هيك. في إنه قصة الصوت التفضيلي ومين حيحصل أكثر ومين كذا، انحلت هيدي الأمور. الناس بيعملوها مثل ما بدهم، ما تعتلم، صوت تفضيلي للناس، نحن بهمنا الحاصل تبع اللائحة، تطلع أكثر عدد نواب ممكن. من حراجل إلى عجلتون تابع باسيل جولته، وكذلك روكوز، حتى وصلا إلى ذو قمكايل، حيث كانت المفاجأة. ظهر البون فجأة ومن طريق مغايرة مستقبلا باسيل في السوق العتيق، دخل الكنيسة معه ثم اختفى، فتشوا عنه فلم يجدوه، فهل وصلت الرسالة أم إنها مجرد مناورة؟ فينا نقول مبروك الاتفاق إذا الله راد إن شاء الله. كيف تمت تسديد العقبات؟ كيف بس تم؟ مين قال إنه في عقبات؟ سمعنا حكي كثير في تشويش حاجة بالإعلام، بس لكن إنه الأمور ماشية بإذن الله. الأمور ماشية مع المرشح منصور البون؟ إيه طبعاً طبعاً طبعاً. نعمة فريم طبعاً. نفس اللي إحنا مع الوزير زياد بارود كمان. هلا طلعت شفت رفيقنا زياد بارود. نحن بالتيار الوطني الحر ناس عقلنا منفتح، لما منقول 70% من الذوق مع التيار مش معناتها كلهم معهم بطاقات. كل واحد بيفكر مثلنا بلبنان، مش بس بيفكر، مش بس بيحكي، لأنه الحكي والتفكير هي بيشتغل للبنان مثلنا، ما بيحط مصلحة تانية على حساب مصلحة لبنان، هو واحد منا، ومشان هيك زياد بارود هو واحد منا. ومن الزوق تابع باسيل جولته نحو حريصة ثم حارة صخر، ومن بعدها غزير ولقطين، حيث تخلل اللقاءات افتتاح مركز انتخابي، لينهي جولته في بكركي بلقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وقد رافقه العميد شامل روكوز والمرشح عازار.
من بلدة إلى أخرى، وعلى مدى يومين تنقل الوزير جبران باسيل بين 12 بلدة كسروانية، شد العصب الانتخابي وهيئ الأرضية وهندسها لإعلان لائحة التيار في 24 من آذار. من كسروان لفتوح، نعيم برجاوي، قناة الجديد. النائب السابق فارس سعيد غرد على تويتر مخاطبا البون قائلا: منصور البون مرحب به في أي لائحة، خاصة لائحتنا التي تعارض الحكم. أبو فؤاد ما تغلط الحجر بمحله انطار. ثم ألحق تغريدته بأخرى قائلا: دعوتي للبون أتت متأخرة، هكذا قال لي صديق أبو فؤاد هونيك، تعلمت كثيرا الليلة. أولى طلائع معركة زحل الانتخابية، إعلان لائحة القوات والكتائب. بعد طول مباحثات وتحت عنوان زحل قضيتنا، أعلن حزبا الكتائب والقوات اللبنانية لائحتهما المشتركة في زحل لتكون واحدة من أقوى المعارك الانتخابية. كلمة حزب القوات اللبنانية ألقاها الوزير غسان حصباني: تنمية المؤسسات بتبدأ بالتعاون مع السلطات المحلية، بتعزيز الشفافية لحتى الاستثمار يجي على لبنان. بدنا مواطن عايش ببيئة سليمة، بدنا مواطن بتحمي مؤسساته وبتحمي دولته وبتحمي له حقوقه. عم نتحاصر بطرق أخرى، بيقولولنا يا أما ما في كهرباء يا أما بتمشوا على ذوقنا. منقلن لا، يا أما بتمشوا بالقانون يا أما مشوا أنتوا من هون. أما كلمة حزب الكتائب فألقاها الوزير ألا حكيم: نحن منفتحين للجميع وبنمد إيدنا للجميع، كيف ما فينا نمد إيدنا للقوات اللبنانية، خاصة بس أهدافنا متشابهة. صحيح في اختلاف بوجهات النظر بعض الأحيان، ولكن نرجع نجتمع عندما القضية بتنادينا. تعدد المرشحون والهدف واحد: إقناع الناخبين. نحن اليوم مش باحتفال لإعلان لائحة انتخابات وبس، نحن وأنتو اليوم بلقاء لنجدد العهد والالتزام بزحل الباقي قضيتنا. حتى لا يعود زمن احتلال مضى دمرنا ولو عبر رموزه الزحلية، ومن أجل برلمان صنع في لبنان في 6 أيار انتخبوا هذه اللائحة. تعرفوا ليش كل هالحملة على القوات؟ لأنه في ناس ما بدها أساساً القوات تكون موجودة بالحياة السياسية اللبنانية، لأنه القوات بتحكي الحق. معركة زحل الانتخابية طاحنة تتشابك فيها الأيدي كي لا تشتبك فيها الآراء. وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل رد على حصباني وقال: لم يعد البلد واقتصاده يحتملان مراهقتكم، روحوا تعلموا القانون والعمل الوزاري وعملوا شيء إنجاز في وزاراتكم، كفى متاجرة بمصالح المواطنين. وقد رد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور بالقول: إذا كنت تقصد القوات اللبنانية نقول لك أنت المراهق، وأنت الجاهل بالقانون، وأنت الفاشل في وزارتك، وأنت التاجر. بدوره مرشح تيار المستقبل جورج بكاسيني رد على كلام حصباني الذي تعرض فيه لشعار حملة التيار الانتخابية، فغرد على تويتر قائلا: شكرا دولة الرئيس، معالي وزير الصحة، أكدت المؤكد، وأكيد صار بدك خرزة زرقاء لصد شو قولك، فهمك كفاية أو بدك توضيح؟ الرئيس نجيب ميقاتي يعلن ولادة لائحة العزم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. بهدف خلق قوة تستطيع التغيير لرفع شأن طرابلس والمني والضنية، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي ولادة لائحة العزم لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لتكون صوت الناس وتسهم في تأليف كتلة نيابية طرابلسية هواها شمالي، كما قال ميقاتي في مهرجان انتخابي حاشد. فنحن حتما نرضخ لقوة القانون، ولكن وقت نشوف أهالي السلطة عم بيستعملوا كل الأماكن العامة بدون أي حرج وبدون أي شيء، منعتبره هذا خرق للقوانين، وهنا عم بيستعملوها. إرادتكم وإرادتنا على الدوام كانت تشكيل كتلة نيابية ننشأها بطرابلس وتكون هواها شمالي. من محاسن الصدف، على الرغم أنه هالقانون جديد في شوائب كثيرة، بس المنيح فيه
أنه جمع مدينتنا طرابلس مع امتدادها الطبيعي والاستراتيجي والاجتماعي عنايته بها المنية والضنية. فتحقق الحلم أينما نكون، منمد إيدنا لكل مين بيشبهنا لحتى سوا نتعاون من أجل هالوطن واستنهاضه من أزماته والسير فيه إلى بر الأمان. رؤيتنا هي العمل، العمل على تبديل الواقع لإعادة طرابلس عاصمة الثانية قولاً وفعلاً. ورفض مقاتل دوخ القرار الطرابلسي لمن هم خارج طرابلس، مؤكداً العزم على قلب الطاولة والمعادلة وصولاً إلى كتلة نيابية تحقق آمال المنطقة وخوض المعركة لإثبات الذات وعدم الحاجة إلى وصي من خارج المدينة. لقد تألفت لائحة العزم بعناية ودقة لحتى تجمع العزم والخبرة والقدرة والالتزام بكل الاختصاصات والحقول والمجالات اللي هي منطقتنا بحاجة لها، خاصة في مجال الخدمات العامة. وقدم ميقاتي في ختام المهرجان أعضاء لائحة العزم التي تضم عن المقعد العلوي في طرابلس علي درويش، عن المقعد السني في المنية النائب قاسم الخير، عن المقعد الماروني الأرثوذكسي في طرابلس انقولة نحاس، عن المقعد السني في الضنية محمد الفاضل وجهاد اليوسف، عن المقعد الماروني في طرابلس جان عبيد، وعن المقاعد السنية في طرابلس ميرفت الهوز ورشيد المقدم ومحمد نديم الجسر وتوفيق سلطان ونجيب ميقاتي. إطفاء بيروت يخرج دورة الوفاء لبيروت في ملعب بيروت البلدي، ورئيس الحكومة سعد الحريري إطفائي من نوع آخر. ماذا اخترتم لتسمية دورتكم؟ نختار لتسمية دورتنا دورة الوفاء لبيروت. الوفاء لبيروت هو الاسم الذي أطلقه 360 عنصراً متمرناً ومتمرنة من فوج إطفاء مدينة بيروت على دورتهم خلال حفل تخرجهم الذي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري في ملعب بيروت البلدي بحضور حشد من أهالي المتخرجين وأهالي الطريق الجديد، والذي تميز بحضور العنصر النسائي للمرة الأولى في صفوف المتخرجين. ما في أحلى من أن الواحد يعمل إطفاء بهيدا البلد، وانتم شايفين انه نحن عم نشتغل اطفائجية كمان، واهم دور عم نقوم فيه انه نطفي حرائق سياسية ونمنع اي حريق بالمنطقة يتقدم على لبنان. في ناس شغلتهم يولعوها، نحن شغلتنا نطفي الحرائق، شغلتنا نمنع الضرر عن الناس، شغلتنا نستعمل المي ما نستعمل الكبريت والبنزين. رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني استغل فرصة إقامة هذا الحفل في ملعب بيروت البلدي ليؤكد أن هذا الصرح الرياضي باق. ما في مشروع تاني رح ينعمل محل ملعب بيروت البلدي؟ لا، ما في مشاريع، لا بناء ولا عمار ولا في شيء. استغل مشروع القديم؟ ما في مشروع قديم، في دراسات وفي أفكار كلياتنا نحن نتداولها مع أهل طريق جديدة، وما بيصير إلا على 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 خاطرهم لأهل طريق جديدة. نحن هون لنخدم أهل بلدنا وأهل منطقتنا، مش لحتى نجي نخلفهم ولا نزعلهم، عم نعمل شيء اللي هو صالح لهم برضاهم. وتخلل الحفل الذي حضره أيضا عدد من مرشحي بيروت على لائحة تيار المستقبل للانتخابات النيابية عروضا متنوعة قدمها عناصر من فوج إطفاء مدينة بيروت. وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أن المشكلة الكبرى بين أهالي بيروت هي توظيف الشباب العاطلين عن العمل، واعدا بمتابعة هذا الموضوع بحيث نصل تدريجيا إلى إيجاد فرص عمل لنحو 1000 منهم في خلال هذا العام. كلام المشنوق جاء في خلال فطور على شرفه في منزل المرحوم الحاج محمود الدنا بدعوة من أبنائه، حيث وعد بأنه في خلال سنتين ستكون الكهرباء والمياه 24 ساعة في بيروت، وفي خلال 18 شهرا سيكون هناك حل للنفايات. إيجاد فرص عمل للشباب اللي يعني قاعدين بلا شغل، هلا بلشت اليوم ان شاء الله نحتفل بتخريج الأطفائية
نستمر بعدها بدورة قوى أمن، اللي بعدها بدورة حرس بلدي، إن شاء الله نعمل شرطة بلدية بيروت هاي السنة سنة 18، هيك بكون استوعبنا نحو 1000 شاب وبنت من اللي عاطين على العمل. هذا عهد ووعد بهذا بيت الوفا اللي نحن قاعدين فيه، والله يقدرنا انه نستمر بانه نوقف حقكم، مش نوقف حدنا، بعروبتكم وبوطنيتكم وبشجاعتكم وبنخولكم وبوفائكم دائما، اللي بيعلم كل بيروت كيف بيكون الوفاء وكيف بيكون الشجاعة وكيف بيكون النخوة. في المتن أعلنت القوات لائحة مكتملة في حضور وزير الإعلام ملح مرياشي، وضمت اللائحة 8 مرشحين بينهم آدي أبي اللمع والصحفية جيسيكا عزار وميشيل مكتف الذي انضم إلى اللائحة كمرشح مستقل. من زمن كتير قديم هالشباب اللي وراي اليوم جايين من حزن كتير عتيق، حزن كتير كتير عتيق، بس عندهم حلم واحد، يبنوا وطن، ياخذوا المكاسب والمناصب ويتركوا لنا الوطن. وذكرتني شانتال هلا بقوعة خيك، قلت لها هلا بس عملنا تحالف نحن والرم قفار، لازم تقول قوعة اختك. للي بيسالنا ولكل بيزرق لنا كشباب انه قليلي الخبره، انا بجاوبهم انه تجربتنا صغيره بقدر ما حلمنا كبير، وجهدنا وطموحنا ما ممكن يوقف عند حد التجارب. بعد الفاصل، الورقة البيضاء شريك للسلطة. أهلا بكم من جديد. الرواية الكاملة لصفقة إبعاد المقدم سوزان الحاج عن الشبهات. أنا كل العائلة المتماسكة مع المقدم حاج لو شو ما صار يعني، ونحن بنعرف ومتأكدين 100% من براءته. يصر زوج المقدم سوزان الحاج المحامي زياد حبيش أن سيدته بريئة من كل الاتهامات، لكن ادعاء البراءة تناقضه أحداث سبقت توقيف المقدم. في الثاني من آذار وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن توقيف المقدم سوزان الحاج من قبل فرع المعلومات، وبعد يومين فقط من توقيف المقرصن إلي غبش، تطلب الحاج من زوجة غبش الحضور في الصباح الباكر إلى منزلها في أدمى وبحضور زوجها المحامي زياد حبيش. تعرض المقدم الحاج صفقة مالية على زوجة غبش هي 8000 دولار شهريا، تسديد قسط المنزل وقيمته 150000 دولار، ودفع 100000 دولار في مقابل كل سنة سجنية يقضيها غبش في السجن، وتعيين المحامي صخر الهاشم للدفاع عن زوجها. أما الشرط فتغيير الإفادة التي سيدلي بها إليه أمام القاضي رياض أبو غيدة، ونفي إفادته أمام فرع المعلومات والتي يتهم فيها المقدم الحاج بفبركة ملف التعامل لزياد عيتاني. تكتب زوجة غبش الإفادة على ورقة لنقلها إلى إليه، ويعدها المحامي زياد حبيش بتأمين موعد سري لها مع زوجها. يحصل الاجتماع في المنزل في أدمى مع وجود دورية لفرع المعلومات خارج منزل المقدم الحاج. تخرج زوجة غبش من المنزل وتتواصل مع وكيل زوجها لتطلعه على العرض، فيطلب إليها تأمين لقاء آخر مع عائلة الحاج بحضوره. عند الساعة 4:30 تلتقي كل من زوجة غبش ووكيل زوجها مع المحامي زياد حبيش والمحامي صخر الهاشم في منزل عائلة حبيش في كفر حباب. وبعد 5 دقائق فقط يقاطع الاجتماع اتصال يرد إلى زياد حبيش يجبره على الاعتذار من الحاضرين وأن عليه المغادرة، والسبب فرع المعلومات سيقوم بتوقيف زوجته المقدم الحاج. لكن قبل خروجه يطلع حبيش وكيل غبش أن اتفاقه المالي مع زوجة إلي لا يزال قائما. كان علينا انتظار يوم إدلاء إلي غبش بإفادته أمام قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدة لمعرفة رفض إلي وزوجته العرض المالي. وعلمت الجديد أن جهازا أمنيا حرص على ألا ينجز الاتفاق حرصا على تحقيق العدالة بحق المقدم الحاج. فكيف يدعي وكلاء الحاج براءة المقدم ويحاولون في الوقت عينه الضغط على غبش أو زوجته؟ القضاء بكرة بيكشف شو صار معي أول 5 دقائق لما فتت.
غدا ما هو سر الدقائق الخمس الأول في التحقيق مع زياد عتاني، وما علاقة جريمة جورج الريف بالمقرصن إلي غبش؟ آدم شمس الدين، قناة الجديد. في قضاء الكورة أقيم قداس في كنيسة القديس سمعان العمودي في بلدة فيع مسقط رأس المقدم سوزان الحاج لرفع الظلم عنها. تبعته وقفة تضامنية مع المقدم الحاج أمام الكنيسة بحضور عائلتها ورئيس بلدية فيع جان عبدالله وحشد من أهالي البلدة. وقد رفعت صورة كبيرة للمقدم على جدار الكنيسة وأضيئت الشموع على نيتها. وكانت كلمات للكاهنين سمعان حيدر وحنانيا قطري طالبوا فيها بإحقاق الحق في قضيتها، كما طالب زوجها المحامي زياد حبيش رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف المظلومين. وأكد رئيس البلدية جان عبدالله أن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن المقدم الحاج ليست متروكة وأن قضيتها قضية كل لبناني شريف. الورقة البيضاء من ناخب في الانتخابات السابقة إلى شريك للسلطة. ورقة بيضاء، ورقة بيضاء، ورقة بيضاء. الورقة البيضاء أو الصوت الفارغ هو المرشح الوحيد الذي إن فاز لا يتبوأ مقعدا أو منصبا في أي انتخابات رئاسية كانت أو نيابية أو غيرها. هو صوت احتجاجي يظهر أن المقترع غير راض بالخيارات المطروحة أمامه، رافضا النظام السياسي أو القانون الانتخابي. التصويت هو حق وهو واجب في آن معا. الاقتراع بالورقة البيضاء بمعنى أنه أنا عم مارس حقي برفض هذه السلطة حتى لو من دون مقابل، حتى لو من دون انتخاب لشخصية أو لتيار أو لتوجه أو لمنظمة أو لمجموعة مقابل السلطة. هو ممارسة الحق بشكله الرفضي. في عام 2013 أنشئت حملة الورقة البيضاء التي دعت إلى تسجيل موقف احتجاجي بالاقتراع بالورقة الفارغة في الانتخابات النيابية التي لم تبصر النور بسبب تمديد المجلس النيابي لنفسه. بناء على طغيان السلطة يعني وهيمنتها على كل شيء، على كل مفاصل الدولة، كان في ضرورة لمقاطعة الانتخابات بشكل الورقة البيضاء وليس مقاطعة بمعنى عدم تصويت. الحملة لم تفعل في هذه الانتخابات، فما سبب مقاطعة الورقة البيضاء لهذه الدورة الانتخابية؟ بشكل عام نحن في ضرورة كان لعدم المقاطعة أو لعدم التوجه نحو الاقتراع بالورقة البيضاء وتسجيل موقف رفضي. هو تسجيل موقف رفضي بشكل إيجابي اللي هو عدم تصويت للوائح السلطة أو تصويت لأشخاص جداد، لشباب جداد، لمنظمات جديدة، لأفكار جديدة، لشابات وشباب من الجماهير ومن الشعب اللبناني اللي طامحة للتغيير واللي عندها كتير أفكار بتسعى لتطبيقها والمتضررة إلى حد ما من كل السائد في المجتمع اللبناني وفي الدولة اللبنانية تحديدا. القانون الجديد أفرغ الورقة البيضاء من مضمونها الاحتجاجي فأصبحت تحتسب عند فرز الأصوات. اليوم ما عاد إلى معنى الورقة البيضاء، وخصوصا لم تسجل كورقة بيضاء، لأنه كيف بيقدر يخترع؟ هو بدي يأخذ هالقسيمة دون أن يعطي أي صوت لأي أحد لأي لائحة، فلا يعتد بها. كل ما هنالك سوف تزيد من قيمة الحاصل الانتخابي، لأنه يعتد بها كتصويت، يعني بتضر اللوائح اللي مش حتجمع شيء كبير كثير للوصول، بتضرهم بالوصول للحاصل الانتخابي، يروح يصوت ضد السلطة. مع القانون الانتخابي الجديد أمام المعترضين الراغبين في تسجيل موقف خيارين، إما المقاطعة السلبية للانتخابات وإما استبدال الورقة البيضاء بالتصويت لما سجلهم خال من الأفعال السوداء. لائحة الأمل والوفاء في البقاع الشمالي تنطلق من قلعة بعلبك. في قلعة بعلبك أعلنت أسماء مرشحي لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل وشعارها نحمي ونبني. رئيس اللائحة وزير الصناعة حسين الحاج حسن شدد على ضرورة وضع خطة اقتصادية واجتماعية شاملة. إن غياب الرؤية الاستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة إضافة إلى تداعيات الحرب في سوريا قد فاقما من الأزمة الاقتصادية في لبنان وفي البقاع وبعلبك الهرمل خاصة، وعليه فإننا سنتابع ونطالب الدولة كما نفعل الآن بمؤسساتها كافة
بوضع خطة استراتيجية اقتصادية واجتماعية شاملة، كما نطالب بمعالجة تداعيات الحرب على سوريا على المستوى الاقتصادي والمعيشي في لبنان. وأكد حسن الحاجة إلى إصدار قانون العفو العام في أسرع وقت ممكن. حركة مواطنون ومواطنات تحتفل بإعلان برنامجها الانتخابي. في مهرجان كبير ضم مرشحات ومرشحين للانتخابات النيابية المقبلة عن مختلف المناطق والأقضية اللبنانية، أعلنت حركة مواطنون ومواطنات في دولة برنامجها الانتخابي. استهل المهرجان بكلمة للأمين العام للحركة الوزير السابق شربل نحاس. يوم التحديات واضحة، سلطة فاشلة وعاجزة ومخاطر كبيرة. اليوم كمان عم ناخذ الخيار الصحيح بالمواجهة الشاملة لحماية المجتمع من خلال مشروع سياسي واحد وواضح بكل لبنان. نحن مواطنين ومواطنات بدولة هدفنا المساهمة الحاسمة ببناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقادرة وبإدارتها. وهيدي الدولة الوحيدة اللي بتساع الكل، أفراد وطوائف وعيال، وبتحمي الكل وما في حماية بلاها. يحترم الدستور والمرسوم بيحترم القانون، وفتح باب المراجعة قدام مجلس الشورى والمجلس الدستوري لكل المواطنين والمواطنات من أجل إعادة دور الدولة كضامن لحقوق الأفراد ولتكريس استقلالية القضاء الفعلية. استعادة العلاقة المباشرة بين المواطن والدولة دون وساطة الانتماء الطائفي إلا ليلي بيطلبه. لتحويل حقوق العمل والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق من مجرد شعارات كاذبة إلى واقع. لوقف الاعتداءات على المال العام والأملاك العامة واستردادهم، مع تغريم ومحاسبة المعتدين والمتواطئين. لإكرار معاش تقاعدي للعاملين والأجراء وغيرهم من خلال نظام توفير إلزامي. إقرار نظام مدني للأحوال الشخصية يطبق على جميع المقيمين إلا يلي بيختار فردياً من اللبنانيين الخضوع للأنظمة الطائفية. لإقرار تغطية صحية شاملة للبنانيين جميعاً ممولة من الموازنة. لتخفيض كلفة المعيشة وكلفة الإنتاج المحلي من خلال الاستثمار العام بالبنى التحتية. من أجل إعادة الانتظام إلى الإدارة العامة وإنهاء بدع التعاقد الوظيفي على أشكاله. واختتم المهرجان برسالة رأت فيها الحركة أن الانتخابات فرصة لاختيار دولة يعيش فيها الجميع بصفة مواطنون ومواطنات. لمناسبة عيد الأم، حملة جنسية كرامة ترفع شعار انتخ بقضيتك. لا، من المعيب أن أولاد الأم اللبنانية بدون إقامة ليعيشوا على أراضي أمهاتهم. جملة تختصر مطالب المشاركين في اعتصام نفذته جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان مصير ضمن حملة جنسية كرامتي في مناسبة عيد الأم في ساحة رياض الصلح. أولادنا عم بيموتوا على بيوت بالمستشفيات لأنه ما معهم جنسية، أولادنا ما عم ينقبلوا بالوظائف لأنه ما معهم جنسية، أولادنا ما عم بيفوتوا على النقابات لأنه ما معهم جنسية، ليه؟ حقهم ناقص لأنه أمهم لبنانية. كيف نحن بدنا نحط بلدنا بشكل إنه نقول نحن بلد حضاري؟ إلنا حق بالحقوق لما المرأة بالآخر فيها تتجوز بس ما منعترف لها بجوزها. يرفعوا صوتهم ويقولوا لما بيصوت للمرأة ممنوع نصوت له بصندوق الاقتراع. يبدو أن ساحة رياض الصلح غير مكتوب لها أن تهدأ، حتى في الأعياد يلجأ إليها صاحب العيد بحثا عما ينقصه. نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية تدشن قسم الأشعة في مستشفى جمعية الخدمات الاجتماعية في طرابلس. دشنت نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي قسم الأشعة في مستشفى الأمراض النفسية والشلل ودار المسنين التابعة لجمعية الخدمات الاجتماعية في منطقة أبي سمراء في مدينة طرابلس، حيث استقبلها رئيس الجمعية الدكتور مصطفى الحلوي ونائب رئيس الجمعية الدكتور أمين جمالي والمدير وأعضاء الجمعية وعدد من الأطباء بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ ملك الشعار والوزير السابق سمير الجسر وممثلين عن الفعاليات السياسية والدينية وعدد كبير من فعاليات المنطقة.
وجلت الصلح في القسم الذي قامت مؤسسة الوليد للإنسانية بتأهيله وتجهيزه سابقا، حيث التقت في خلالها مرضى الأمراض النفسية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، واطلعت الصلح على وضع كل مريض. ضيفة المدينة وابنتها، أميرة الخير، أصيلة النسب، ليلى باك الصلح حمادة، تبحثين عن الخير ولا يبحث الخير عنك. نحن لسنا دينا يختار من البشر فريقا له لون أو انتماء، نحن أمة تحتضن العالم، وأحبكم إلى الله أنفعكم لعيالك. سماحة المفتي الدكتور مالك الشعار الصديق العزيز، نحيي فيك هذا الانفتاح. بدي أشكر الجميع على إفاد ممثلين، وبدي أقول أنه أنا بالنسبة إلي أهل الأصالة وأهل الوكالة سواء عندي، ما تفتكروا بس أنا بدي أعمل اليوم شاعر المناسبات. يعني قلت قناعتي الحقيقة، ومش رح غيرها حتى بوجود أهم الناس. لو كل مسلم أدى فريضته الدينية وليس فريضته الانتخابية لكنا خير أمة أخرجت للناس. واليوم أعود إلى الفيحاء فرأيت الأمة أمتين، أمة أغنياء وأمة فقراء، ومن هذه العنصرية الطبقية ولدت أمة التطرف. باب التبانة دار ابتلاء، وابنها فقير لبنان الأول يعيش في شقاء، أفقروه ليستغلوه حتى بات يدق الأبواب، وفي الآخر شهر السلاح. فأين المال الموعود؟ أيها المعوق، جمعية الخدمات نزرت نفسها فأعطت ووازت وتوازنت عدلا بالعباد لا شرطا للاستعباد. وهنا تكمن حقيقة طرابلس في مؤسساتها الإنسانية وليس في بيوت زعمائها. وتسلمت نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية درعا تقديرية من رئيس الجمعية الدكتور مصطفى الحلوي، إضافة إلى هدايا تذكارية. بعد الفاصل الجمهورية الثالثة. أهلا من جديد. القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها تدخل مدينة عفرين، والأسد يجول على جبهات القتال في الغوطة. هكذا كان المشهد الميداني والعسكري في مدينة عفرين السورية مع بزوغ فجر 18 من آذار. الأعلام التركية ورايات الجيش السوري الحر ارتفعت فوق المقر الرئيس للقوات الكردية والإدارة الذاتية لمقاطعة عفرين، معلنة سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على كامل المدينة ذات الغالبية الكردية الواقعة في ريف حلب الشمالي الغربي، بعد حملة عسكرية متواصلة دامت أكثر من شهرين ضد الأكراد. أحياء مدينة عفرين تحولت مرتعا للجنود الأتراك ولقوات الجيش الحر الذين بدأوا عمليات تمشيط لتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة بدائية الصنع، بعد أن انسحبت منها وحدات حماية الشعب الكردية السورية. 18/3/2018. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا عن المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، لكن آلاف المدنيين ما زالوا فيها. وخلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في احتفالات إحياء الذكرى الثالثة بعد 100 لشهداء معارك جناق، فاخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارتفاع الأعلام التركية فوق عفرين. لم نقدم على أي خطوة في عفرين من شأنها أن تلحق أذى بالمدنيين، لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية فحسب. بالتوازي مع تطهير عفرين من أثار الإرهابيين، سنقدم على خطوات من شأنها تأهيل المنطقة وأحيائها عبر إعادة إنشاء البنيتين التحتية والفوقية، وسنتيح للأهالي فرصة العودة إلى ديارهم. الإدارة المحلية في عفرين من جهتها قررت إجلاء المدنيين وأعلنت الحرب على القوات التركية والقوات المتحالفة معها، فأكدت أن قواتها ستكون كابوسا دائما لتركيا وستهاجم مواقع تابعة لها كلما سنحت لها الفرصة. وأمام هذا الواقع الميداني المستجد، أفاد مركز عفرين الإعلامي بأن قوات تدعمها تركيا قد دمرت تمثالاً وسط عفرين في انتهاك للتاريخ والثقافة الكردية بحسب تعبيرها.
وأعلن الإعلام الحربي من جهته عن اشتباكات بين عناصر الجيش الحر في عفرين إثر نشوب خلافات بينهم على تقسيم وتوزيع ما نهب وسرق من منازل ومحال المدنيين في المدينة. وبالتوازي مع أحداث عفرين، خص الرئيس السوري بشار الأسد الغوطة الشرقية بزيارة لمواقع القوات الحكومية على جبهات القتال. ونشر حساب تابع للرئاسة السورية على موقع تويتر صوراً للأسد يتوسط مجموعة من الجنود في الغوطة الشرقية وأرفقها بجملة: على خطوط النار في الغوطة الشرقية، الرئيس الأسد مع أبطال الجيش العربي السوري. المعركة أيضاً أكبر من سوريا. أنتوا اليوم عم تخوضوا معركة العالم، الصراع العالمي. كل رصاصة كنتوا عم تطلقوها لو تضربوا إرهابي أو لو تقضوا على إرهابي، كنتوا عم تغيروا الميزان بالعالم. كل سائق دبابة كان عم يتقدم متر للأمام كان عم يغير الخريطة السياسية للعالم. فحبينا نكون معكم، لأنه مهما فرحنا اللي قاعد على الخريطة مو مثل اللي قاعد بالميدان. إذا ما شفنا الميدان وقعدنا معكم، ما بنحس أولاً طعمة النصر ولا بالإنجاز ولا بنحس بالكرامة الحقيقية اللي بناخذها منكم والمعنويات اللي بناخذها منكم. هذا وسيطر الجيش السوري على بلدة صقبة في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة، وباتت أكثر من 80% من مساحة الغوطة الشرقية لدمشق تحت سيطرة الجيش السوري بحسب الإخبارية السورية. صفحة رئاسة الجمهورية السورية نشرت على موقعها على الفيسبوك مقطع فيديو من سلسلة فيديوهات أطلقت عليها اسم الطريق إلى الغوطة، يظهر فيه الرئيس السوري بشار الأسد يقود سيارته بنفسه من دمشق إلى الغوطة الشرقية، حيث اطلع على الوضع الميداني وزار وحدات الجيش السوري المقاتلة هناك. هلا بنطلع على الغوطة نشوف شو الوضع. شوف أول شيء قوات مسلحة التشكيلات اللي عم تقاتل، المناطق اللي تحررت. ناخذ الغوطة من الشرق من عند النشابية وصولا لجسرين. جسرين كان فيها قتال شرس، و يعني كانت ربما تكون واحدة من أقسى المعارك خلال الأسابيع الماضية. لكن اليوم حسب ما فهمنا بسأبة وبكفر بطنة ربما يكون في تسليم، في مفاوضات. دخل الجيش لجزء من هالمناطق وإن شاء الله إنها أي شيء ممكن نحرره بدون قتال فهذا هو الشيء الصح. يعني كمان لا ننسى إنه في مدنيين، الواحد يحافظ على حياتهم. كلنا بنعرف إنه المسلحين عم يستخدموهم دروع بشرية. في تجمع حاشد للاحتفال بفوزه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه الأحد فترة رئاسية جديدة مدتها 6 أعوام، وجه الشكر إلى الناخبين على دعمهم له قائلا: إن روسيا أمامها مستقبل عظيم شرط أن يظل شعبها متحدا. وقال إن نتيجة الانتخابات تمثل اعترافا بما تحقق من إنجازات في السنوات القليلة الماضية على الرغم من الأوضاع الصعبة. وأشار بوتين إلى أن اتهام موسكو بتسميم الجاسوس في بريطانيا أمر لا معنى له، مؤكدا استعداده للتعاون في التحقيقات مع السلطات البريطانية. وقبل أن يغادر المنصة هتف مع الحشد: روسيا روسيا. وأعيد انتخاب بوتين بأغلبية ساحقة في وقت تتخذ فيه العلاقات مع الغرب مسارا معاديا. وكان المركز الثقافي الروسي في بيروت قد افتتح أبوابه أمام الناخبين الروس، والسفير الروسي ألكسندر زاسبيكن أكد استمرار روسيا في سياستها الحالية مستقبلا. على وقع الأغاني الروسية، فتح المركز الثقافي الروسي في بيروت أبوابه في تمام 8 صباحا أمام أعداد كبيرة من الناخبين من حاملي الجواز الروسي لاختيار رئيس لبلادهم من بين 8 مرشحين بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بإشراف عدد من المراقبين الأجانب. نحن نقدر بداية عملية الاقتراع كجيد جدا، لأن روسيا الاتحادية وهذا الشيء من المعروف قد اكتسبت الخبرة السعادية و
غنية جدا بتنظيم وإجراء الانتخابات، سواء يعني انتخابات رئيس روسيا الاتحادية. واليوم ملحوظ في لبنان نسبة حضور كثيفة، وهذا مؤشر جيد يدل على أن الشعب اللبناني يؤيد حكومة روسيا بسلوكها وبموقفها السياسي في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا. السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، وبعد الإدلاء بصوته عبر الطريقة التقليدية، أشاد بالتنظيم الذي شهدته عملية الاقتراع، وأكد أن السياسة الداخلية والخارجية لروسيا وتحديدا تجاه سوريا لن تتغير حتى وإن لم يفز بوتين بولاية رابعة. نحن نشاهد هذا فرح، هي التظاهرة الشعبية، هي حفلة عنا. نحن متفائلين جدا بمستقبل سوريا خلال الأيام والسنوات القادمة. لدينا نهج الداخلي والخارجي واضح تماما، فهناك الأهداف في كافة المجالات الاقتصادية ورعاية الصحة والتربية، كل هذه الأهداف يجب تحقيقها. ورجحت استطلاعات الرأي بأن يفوز بوتين بولاية رابعة تستمر 6 سنوات، وذلك بنسبة تفوق 70%، إلا بحال حدوث مفاجآت. في الأراضي المحتلة أصيب عنصر من أمن الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة في عمليات طعن في القدس المحتلة، وعلى الأثر أطلقت قوات الاحتلال النار في اتجاه المنفذ ما أدى إلى استشهاده. وقد نشر موقع ريشت كان العبري فيديو إجلاء حارس الأمن الإسرائيلي إلى مستشفى هداسة، وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال إن الرجل المصاب يعمل حارسا خاصا وهو في العقد الثالث، مشيرا إلى أن حالته خطيرة جدا. العباد يعد بالجمهورية الثالثة وينتقد الأكثرية الساعية لاستبعاد الآخر. دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التوافقية السياسية في حكم البلاد التي أعلن أنها تدخل إلى الجمهورية الثالثة، ليرد على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي جدد تمسكه بالغالبية السياسية محاذرا من الاستقرار في ظل التوافق. العبادي الذي يستعد لإطلاق حملته الدعائية لتجديد ولايته خلال انتخابات أيار المقبل لم يطرح موقفا محددا من موضوع الغالبية والتوافق خلال الفترة الماضية، لكنه تحدث عن الموضوع في اليوم عينه الذي تطرق إليه المالكي، ما يعكس مستوى الخلاف السياسي بينهما. وقال العبادي: نحن مع التوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق والمواطنين، ولسنا مع التوافقية السياسية التي تريد الاستئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات، ولسنا كذلك مع الأكثرية السياسية التي تريد أن تستبعد الآخر وأن تستأثر بالامتيازات الفئوية. وكان المالكي أشار إلى أن مشروع الغالبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون مشروعا وطنيا تشترك فيه كل أطياف الشعب العراقي، وأضاف: علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وإنقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات. وتأتي هذه المسجلات قبل أقل من أسبوعين على موعد بدء الحملات الانتخابية، والتي تميز فيها التيار الصدري بدعمه ائتلافا سياسيا باسم سائرون شكله بالتحالف مع أحزاب مدنية وعلمانية، إضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي. ودعا زعيم التيار مقتدى صدر إلى مبدأ شلع جلع في الانتخابات، وقال: لا يوجد استثناء مطلقا لأحد، وإنما نريد وجوها جديدة شلع جلع. ويستخدم الصدر تعبير شلع جلع باللهجة العراقية في إشارة إلى تغيير الطبقة السياسية الحالية. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع نور صومة. مرحبا. سبب مقطع من حلقة أبو طلال الأجدة تيفي جدل كبير على فيسبوك، مثل فيه الزميل وسام سعد دور المرشح للانتخابات، عم يحكي عن محبته للناس واهتمامه فيهم بحملة انتخابية، مستخدم جمل من الإنجيل قايلون السيد المسيح. وعلى فيسبوك اختلفت التعليقات بين يلي اعتبر استخدام كلام المسيح وأفعاله بالسكتش إهانة للمسيحيين والمسيح، ويلي اعتبر أنه هيدا مقطع كوميدي ما قصده فيه غير رجال السياسة وإعلاناتهم والشعب يلي بيصدق يلي بيقولوه.
أما رد الممثل وسام على البوست يلي تم نشره على فيسبوك توجه فيه لرفقاته من الديانة المسيحية بحسب ما كتب وقال: ما حدا منكم كلكم فات وحضر حلقتي، لأنه أنا كتير واضح أني عم صور السياسة بلبنان، مسيحي كان أو مسلم، كيف قبل الانتخابات بيعمل دعايته الانتخابية مع الولاد وبيحسسك أنك كمواطن رح يخلصك من كل مشاكلك، وأنا كشخص كوميدي بنيت النكتة على أنه عشوائي رح يعمل المعجزات. ووضح برده أنه بكن كل المحبة والاحترام للديانة المسيحية، وهالشي واضح من يلي بينشره على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر على تويتر باليومين الماضيين هاشتاج الورقة بإيدك يلي أطلقوه الزميلتين وعد هاشم وأماني جحا، وقدر يوصل للترند بسبب تفاعل عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين كونه بحسب ما قالوا مبادرة فردية وعفوية. المبادرة بتدعي الناخبين للمشاركة بالتصويت حسب قناعاتهم وعدم التقليل من أهمية كل صوت لنقل التغيير من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي. وما زالت هالمبادرة عم بتلاقي تفاعل من خلال فيديو وتغريدات أشخاص من جميع الأطياف عم يجتمعوا على نفس المطالب والمشاكل تحت هالهاشتاج. ننتقل لفيديو مهضوم انتشر على فيسبوك حصل على عدد كبير من المشاهدات والشيرز ولقى ردود فعل مختلفة عم بيتناقشوا فيه رجلين دين الأول شيعي والثاني سني عن الأفكار النمطية عند الشيعة والسنة. وانطرح بالفيديو مجموعة من الأسئلة الشائعة يلي بطريقة مهضومة ردوا عليها وعلى الأفكار النمطية إذا صحيحة أم لا. منشوف مقاطع منه سوا. وقال أنت بتصور أنه لو ما بيحب أهل البيت الشيخ أنا لا قاعد حد منه؟ أنا لما كنت في المرحلة الثانوية درسنا هذه من القصائد اللي كتير أثرت فيه، مدح سيدنا زين العابدين، هذا الذي تعرف المقام. فأنا من وقتها قلت إن شاء الله إذا الله طعمني صبي حسميه زين العابدين، فأنا ابني اسمه زين العابدين. يا شو بدك، هذا اسم شيعي أحف. يعني إذا قدر أنه مجموع المسلمين في العالم 1.5 مليار، وإذا قدر أنه السنة 70-80%، يعني عندك على الأقل شي 1 مليار سني. صح. إذا السنة دواعش يا ويلكم، تخيل مليار. أنا صرني شيعي 53 سنة، ولا يوم من الأيام شفت هذا القرآن يلي هو مختلف. هلا شعبيا نحن بنسمع بشيء اسمه مصحف فاطمة، لكن كمان أنا من الناس المتتبعين، وأظن لو كان فعلا موجود كنت أنا أول واحد حصلت عليه. فينا نحكي دين؟ فينا نحكي دين. لهون منكون وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. ونبقى الآن مع عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت: المطالب تتراكم قبل الانتخابات، القضاء أولا. أيضا في النهار: تركيا في عفرين وموسكو تخشى ضربة أمريكية لدمشق. ننتقل إلى صحيفة الأخبار، وفيها: لبنان يواجه ضغوطا دولية، الخصخصة ليست الحل، القوات والمستقبل إلى الاشتباك. أيضا في الأخبار: 7 سنوات على الحرب السورية، زمان المواجهة مع الأصيلين. في عناوين الأنوار لهذا اليوم: تسارع إعلان اللوائح الانتخابية تحت ضغط المهلة المحددة بعد أسبوع، بر يكرم فيلم صيلح القيادات الروحية لمنطقة الجنوب. ننتقل إلى الديار، وفيها: انتخاب بوتين وانتخاب الخط الروسي المتشدد في العالم، بوتين: الشعب الروسي يريد أقوى جيش مع أحدث أسلحة وسنكون. ننتقل إلى المستقبل، عشائر بعلبك الهرمل ترد على الأقلام الصفراء ليكن 6 أيار مسمارا في نعش الإلغاء والتخوين والتجويع، الحريري العين على بيروت والخرز الزرقاء تصد الحاقدين. في عناوين البناء: الجيش السوري يحرر ويستقبل النازحين، والجيش التركي يحتل عفرين ويهجر أهاليها، الأسد منتصرا في الغوطة تغير العالم، وبوتين بفوز كاسح نمد يدنا للجميع، القوات تطلق النار على حليفيها المستقبلي والعوني، وماكينات القومي تنطلق.
أما في اللواء لهذا اليوم بورصة انهيار التحالفات وهستيريا انتخابية بين القوات والعونيين. ميقات يعلن لائحة العزم في الشمال اثنان، وباسيل يتوعد من أم المعارك في كسروان. في الجمهورية صرف نفوذ يجتاح الإدارات، بوتين لولاية رابعة. أما في الحياة، الأسد يتفقد المنطقة للمرة الأولى منذ عام 2013، والأكراد يتوعدون أنقرة بكابوس حسم في الغوطة، وعفرين يرجح صفقة. الجيش التركي يتوغل في العراق 12 ثكنة وغطاء جوي. وإلى الشرق الأوسط أخيرا وعناوينها: عرض التعاون مع بريطانيا في قضية الجاسوس، وانتهاكات للثابت الاقتراع. فوز كبير لبوتين في انتخابات تتويجه، يصل اليوم ويلتقي ترامب وأركان إدارته ومسؤولي شركات كبرى، جدول حافل لمحمد بن سلمان في أمريكا. الأكراد يتوعدون الأتراك بكابوس في عفرين، إجراءات في دمشق تحسبا لضربة أمريكية. سناتر أمريكي بارز يتوقع الانسحاب من النووي. كان في النشرة: الحرب تندلع انتخابيا بين القوات والتيار والمستقبل. يا أما بتمشوا بالقانون يا أما مشوا أنتوا من هون. إعادة وصل التيار بالتيارات الكسروانية. بالنسبة لحزب الله ومرشح على هيدي بنشوفها جمعة الجاي بنحل. إطلاق محركات العزم الطرابلسية. أينما نكون بنمد إيدنا لكل مين بيشبهنا لحتى سوا نتعاون من أجل هالوطن. بيش غبش وصفقة مالية بمرتب شهري. الأسد على جبهات القتال في الغوطة. أنت اليوم عم تخوض معركة العالم. بوتين يعود قيصرا على روسيا للمرة الرابعة. فلاديمير بوتين 73-53. ختام نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 10:30 ضمن الحدث. إلى اللقاء.